متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. يتوقع بمشيئة الله تعالى نهار هذا اليوم أن تتركز فرص الهطولات المطرية في المناطق الشمالية الشرقية، تشمل بذلك حفر الباطن والحدود السعودية الكويتية، وتمتد لاحقا مع ساعات مساء هذا اليوم إلى أجزاء من المناطق الشرقية، تشمل أيضا السواحل الشرقية المطلة على الخليج العربي تحديدا في منطقة الخفجي. بعض فرص الأمطار لا تزال قائمة اليوم فوق بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية على شكل يعني سحب محلية ركامية، وتبقى الفرصة مهيئة أيضا اليوم لتخريجات بحرية كما حدث قبل قليل في بعض المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة. أما في العاصمة الرياض فالأجواء مستقرة تقريبا بشكل كامل، والأجواء غالبا صافية. درجة الحرارة اليوم 26 درجة، وهناك ارتفاع على درجات الحرارة بسبب هبوب بعض الرياح الجنوبية التي ترفع من درجات الحرارة. ما بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة لهذا اليوم، نبدأها شمالا من سكاكا تكون 21-11، عرعر 19-8، وفي تبوك 20-7 درجات مئوية. المدينة المنورة تكون بها درجة حرارة 25-14، جدة 29-22، مكة 30-19، وفي الطائف 23-13 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية من المملكة تكون في جازان 30-24 درجة مئوية، في الباحة 19-11، وفي أبها 21-9 درجات مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 26-12، الدمام 26-16، وفي حفر الباطن أمطار رعدية اليوم بين الحين والآخر من 21-12 درجة مئوية. في العاصمة الرياض كما ذكرنا 26-13، في القصيم 21-12، وفي حائل من 18-7 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى هذه اللحظة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.